هذيك الانسان راه بحال الخاوة ديالي. واش غادي نقول لكم؟ الله يعمرها دار، داخل سوق راسو كيخدم على راسو، كيخدم في هاد في البيع والشراء في الملابس. ايوا مشى يخدم على راسو البارح، ان شاء الله البارح مشى يخدم على راسو. تلاقيته انايا بحال دائما، قال لي انا ماشي نخدم على راسي. قلت له سير الله يعاونك اخاي يجيب لك الرزاق وهذاك. ومشى يعني انسان داخل سوق راسو كيخدم على راسو، كيجي كيعاون والديه، كيصرف على راسو، كيتسمى داخل سوق راسو ما كيعمل والو. تتفاجأنا اليوم بانه مشى دابز مع شي واحد على البلاصه، على البلاصه ديالو هو تماك، شابر البلاصه ديالو، عنده تماك البلاصه ديالو، جا جبر شي واحد مريح له في البلاصه ديالو منزل فيها، وجا قال له حيد من البلاصه ديالي. المهم تناقشوا بحال هدايا، المهم وقع واحد الشجار بيناتهم ودابزوا، وقع اللي وقع الحادث المأساوي، وقع داك الشيء. وكيتسمى هذا الانسان داخل سوق راسو ما عنده سوابق، ما عنده حتى شي حاجه، الدوسي ديالو نقي، داخل سوق راسو ماشي عنيف يعني. الراجل الله يعمرها داره.